نبتة خبازة عديدة الأزهار المهملة من طرف أكثر الناس الذين لا يعلمون قيمتها الذهبية والعلاجية والغذائية التي استخدمها أجدادنا منذ العصور القديمة. ولهذا أدعوك عزيزي المشاهد لمتابعة الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرا. وأولا سنبدأ بالتحدث عن فوائد العلاجية لنبتة خبازة عديدة الأزهار بعد هذا الفاصل. إن شاي أزهار الخبيزة من أحد أهم الوصفات التي يمكن من خلالها تحصيل فوائدها. وأما طريقة استخدامه، احضر كوبا من الماء المغلي وضع من ملعقة إلى ملعقتين من خليط أزهار وأوراق الخبيزة. وتوجد طريقة تحضير ثانية، أولا ضع كمية خليط الأزهار والأوراق في كوب الماء المغلي، ثانيا غطي الكوب واتركه لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى ينقع، ثالثا يمكن الشرب لحد 3 أكواب يوميا. وأما فوائدها فإنها تساهم في تسكين الآلام، ولذلك لاحتوائها على مركبات تعمل على ذلك، بالإضافة لكونها غنية بالفيتامينات التي تسرع من عملية الشفاء. أما طريقة الاستخدام فتكون من خلال وضع أوراقها مباشرة على المنطقة المصابة، تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي من خلال منع الالتهابات البكتيرية وتلوث الجروح أو الشقوق. تحمل تأثيرا مشابها لتأثير المضادات الحيوية، ويمكن استخدامها عند التعرض للدغات الحشرات أو حروق الشمس أو على طفح الجلد. تعالج أعراض عدد من الأمراض الجهاز التنفسي، ومنها الاحتقان وتهيج الفم والبلعوم والسعال الجاف، كما أنها تخفف من أعراض التهاب الحلق وتساهم في تسريع الشفاء. تحارب علامات الشيخوخة والتقدم بالعمر وأهمها التجاعيد، كما تساهم في أن تبدو البشرة شابة ونضرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام المستحضرات التجميلية التي تحتوي على خلاصتها كأحد المواد الفعالة. تحسن من حركة الأمعاء عند استخدام منقوع بذورها أو أوراقها كملين. تعالج مشكلات النوم والأرق من خلال استخدام الزيت العطري لها. وبعد أن تعرفنا على فوائد الخبيزة، عليك أن تحترص أيضا من أضرارها، وهي تناول الخبيزة بكميات كبيرة ربما يؤدي إلى الشعور بالوهن والهذيان والدوخة نتيجة انخفاض مستويات السكر في الدم. إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الخضروات والنباتات الورقية من عائلة الخبيزة مثل الملوخية أو السبانخ وما شابهها، فبالتأكيد احتمالية إصابتك من حساسية الخبيزة كبيرة. يجب تحضير الخبيزة بصورة جيدة بعد تنظيفها وتجفيفها وإزالة الجذور والشوائب والأتربة حتى لا تصاب بالتلوث أو الفطريات. وتعد هذه النبتة آمنة إن تم استخدامها لمدة أقل من 4 أسابيع. قد يسبب مشاكل في المعدة مثل الغثيان والإسهال وعسر الهضم لدى بعض الأشخاص. وأما الحمل والرضاعة، لا توجد معلومات موثوقة كافية لمعرفة ما إذا كانت هذه النبتة آمنة للاستخدام أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية. البقاء على الجانب الآمن وتجنب استخدامها من الأفضل. والآن سنتكلم عن فوائدها الغذائية بعد هذا الفاصل. خص الله سبحانه وتعالى نبات الخبيزة بقيمة غذائية عالية، وذلك لاحتوائها على أهم الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الإنسان، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبروتين،
مما جعلها طعام ذات فائدة هائلة وفي متناول الجميع. تحتوي هذه النبتة على فيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين بي 3 وفيتامين بي 12، كما تحتوي على أهم المعادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم. والخبيزة هي نبتة من الورقيات مثل السبانخ والجرجير وغيرها، وهي أكلة شعبية شهيرة في بعض البلدان شمال أفريقيا. تطهى على البخار مثل الكسكس، ثم يضاف إليها الملح وزيت الزيتون والهريسة التقليدية والثوم والبهارات، ثم تقدم للأكل. ولهذه الأكلة الشعبية الشهيرة فوائد صحية كثيرة، ولها طرق استخدامات عديدة تختلف من بلد لآخر. وأما عن كيفية تحضيرها فهناك طرق عدة تختلف من بلد لآخر، فمن الأفضل البحث عن طرق استخدامها لتستفيد أكثر. وأما الآن وفي هذا الجزء الأخير سنتعرف وإياكم عن بعض معلومات تخص هذه النبتة بعد هذا الفاصل. هو نبات عشبي سنوي يتراوح ارتفاعه من 30 سنتيمتر إلى مترين. سيقانها المنتصبة غير المتفرعة بشكل عام، تكون خضراء اللون وتصبح حمراء مع تقدم العمر، ومغطاة بشعر صلب، وتحمل أوراق متعققة ذات نصوص مثلثة. يتم ترتيب هذه الأوراق في شكل حلزوني متناوب، وهي ذات شكل مفصص راحي، مخططهم مشقوق وتعرق راحة اليد. الشروط والأعناق والشفرات مشعرة أيضا. وهي نبتة خنثى تزهر من أبريل إلى يونيو، تتجمع أزهارها الشعاعية والخماسية في حزم إبطية، وهي مكونة من كأس أو كؤوس يتكون من 3 أسنان مندمجة في القاعدة، ولديها أصناف كثيرة وأنواع عديدة مثل خبازة خطمية وخبازة برية وخبازة شجرية وخبازة مسكية وخبازة مهملة وخباسة نيسية وغيرها من الأنواع الكثيرة. وتشتهر هذه النبتة خبازة عديدة الأزهار بزهورها المنتشرة على مداخل البيوت، وقد نسجت منها أكاليل للاحتفال بعيد العمال، تعد جزءا من التراث العربي الفلسطيني، حيث تنتشر في الغابات وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. وقبل أن أختم أريد أن أسألكم، هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله، في لقاء آخر إن شاء الله بحول الله وقوته.